أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، أحبكم في كل مكان. يوم جديد معكم الليلة المغامرة عبد الله العنبري في مغامرة جديدة، طبعا جماعة الخير ومسك الموقع، ورب يعطيكم العافية. كالعادة أي ملاحظة أي استفسار أكتبوا على الهاشتاج في تويتر المغامرة عبد الله العنبري أو أرسلوا هنا على الخاص، وكلنا نقول مع بعض أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلت على الله. في أحد؟ خير مليون مية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حد تذكر البيت هذا، شوفوا ما في أثر بشر نهائيا في المكان. أنا غيرت الإضاءة و شفت إضاءة إضافة جرح من الرعب. طبعا هذا خزان تحت. الله حس بشيء أول هناك. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. شماعة ما أدري ليش شعر جسمي كله واقف اليوم، شيء غريب. دورة المياه هذه الله يحسكم. سمعتوا؟ لحظة حساب. بسم الله. الإضاءة الخافتة. والله شعر جسمي كله واقف، شوفوا كيف. شايفين الشعر كيف واقف؟ أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا حد سمعت الصوت بسم الله مرحي شفته بسم الله بسم الله بسم الله مرحي فاهد انفتح قدامنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله من الشيطان الرجيم. شفت يا جماعة الخير الإضاءة القوية دائما يعني ما يظهر أو ما يتصير شيء ردة فعل في المكان. شوف ايش في فوق. برجع مرة ثانية اكمل في الداخل. اخبر المرة الماضية اني ما كملت. يا حد دام صار معايا الشيء ذا هنا اكمل. اجي هنا في أحد هنا؟ بسم الله الرحيم بسم في أحد هنا؟ صوت والله ما سمعت صوت يا جماعة. أحد منكم سمع الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. في أحد هنا؟ والله سمعت صوت. أعوذ بالله يا جماعة.
الباب هذا متقفل يا شباب، ما شفت والله ايش في الداخل. باب ترد ليش؟ أدري شعر إيش هذا؟ مرة ماضية شفت أنا الشعر هذا يا جماعة، كان هنا متخبي وطلعت من هنا. يا حد هنا فوق شوية هادي. والله كم سمعت صوت هنا ولا شيء. في أحد؟ طلعت الأصوات هذه اللي هنا. والله إني لفيت أبغى ألتفت أبغى أشوف إيش الصوت. سمعتم الصوت الحين اللي كانت يعني كنت أسمع هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دوبي أقول المكان هادي ما في شيء. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. والله حسب أول واحد واقف وطالع فينا. أعوذ بالله. استغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. في أحد فوق؟
والله كتاب منهاج المسلم، ما ادري وش فيه يا جماعه، كل شوي انفتح كتاب. بسم الله، طول كشف طف عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. النور الضعيف روح، شفتوا كيف اطلع المكان؟ بسم الله شيطان يمشي. 38 اخر واحد في هذا المكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شهادة شهادة. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ. الرحمن الرحيم. كتاب مفتوح، اقسم بالله يا جماعة كان في شيء. مو كتاب مفتوح، كان في شيء في المكان هنا. يا جماعة بيقطع في التصوير، ما ادري ان كان التصوير واضح ولا قاعد يقطع. قسم بالله التصوير غير طبيعي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا جماعه هذا كتاب منهاج المسلم، مش اللي ظهر فيه شيء ابيض؟ توقع هذا جني مسلم؟ صراحة والله ما أعرف وش سالفة الكتاب هذا، بس هو كتاب أحاديث، لكن ما أعرف احتمال الجن اللي في هذا المكان شكله مسلم. والله هو شكله غريب صراحة، ما أدري. أنا أول ما جيت والله شفت صفحات هذه مفتوحة قدامي. لا إله إلا الله. طبعا يا جماعة الخير أنا بخرج الآن من الموقع وربي يعطيكم العافية.
انا بخرج الان من الموقع قدامك والله قدامك ما تشوف الكتاب. يا جماعة الخير هذا الكتاب كتاب منهاج المسلم بلغة غير عربية عن الإطار بلغة أوردو. الشيء الأبيض اللي ظهر من ثم اختفى كأنه والله ظهر لي أول على الصفحات لما الكتاب كان انفتح، لكن لما قربت أنا عدت المقطع كان في شيء أبيض واقف، فما أدري والله أعلم احتمال إنه جني مسلم هذا في المكان ولا إيش، الله أعلم. هذا زي ما شفتم أنا الآن راح أخرج من الموقع يا جماعة الخير، وإذا في أي ملاحظة أي استفسار اكتب على الهاشتاج في تويتر المغامر عبد الله العنبري وارسله على الخاص. يا رب يحفظك.